بعدين ما انتم دارين ايش سالفه المايك هذا، المايك هذا كان المفروض يركب فوق الكاميرا، بس تعرفوا يعني لازم تسوي لقاء كذا، فكنت ماسك المايك لحاله ما زبطت. لكن عادل حبيب قلبي جاب لنا قطعه من البيت يفترض انها تستخدم للجوال، يعني تصور فيها سيلفي، شوفوا كيف. فقلت يا سلام صار عندنا مايك، هذا الاختراع، هذا الاختراع، تباعد اجتماعي بالضبط. يعني احنا امورنا طيبه في السليم، ولكن يعني بنحاول نكون قريبين من الشخص عشان نسال القرآن. طيب نبدا معاك عدولي، هات ايش افضل فيلم عندك؟ افضل فيلم يس، حقيقه انا ما اتابع افلام كثير، اكثر شيء مسلسلات. طيب ممتاز، ايش افضل مسلسل عندك؟ جيم اوف ثرونز. نايس، جود تشويس، نمبر 1 بصراحه. طيب ايش افضل شخصيه سينمائيه عدت عليك في جيم اوف ثرونز؟ في جيم اوف ثرونز شخصيات كلها حلوه، يعني كل شخصيه يعني لها قصه في الفيلم مؤثره في المسلسل. عفوا. طيب كويس الكلام ذا على عنوان راس، لكن السؤال الحين ايش افضل شخصيه كذا انجذبت لها؟ يعني انا زي جون سنو. نعم، شيز ماي كوين، عاجبك يعني انه كان مره ذال كذا وخاضع؟ غير انه خاضع وذال، بس انه شخصيته حلوه، شخصيته حلوه في نفس كذا اللي خاضها من يوم بدا، من انه بدا من الصفر انه كلاقيط الين ما صار ملك. يلا حيو. اما الان مع عبد الرحمن سمي قاعدين نجرب في البدايه في الاصحاب، على اساس لما اروح عند الجمهور يكون كذا في ايش في. يلا دحمي ايش افضل مسلسل عندك؟ بريزن بريك. لا انا بسوي اني ماني سامع. ايش بريزن بريك؟ ايش وك مايكل سكوفيلد. اوكي، افضل فيلم؟ الفيلم A Beautiful Mind. A Beautiful Mind. راسل كرو اللي عنده ذهان. Yes. لا ايش الازدواجيه ذي يا جماعه؟ يحب بريزن بريك وفي نفس الوقت بيوتيفول مايند، ما تجي انت كانك تقول الا بالعكس تجي. ليه ما تجي؟ كيف تجي بيوتيفول مايند وبريزن بريك مع بعض؟ ما تجي ترى، انت عندك انفصام شخصيه يا دحمي. لا. حقين بريزن بريك يحبون فاستن فيوريس مثلا، ممكن، بس A Beautiful Mind فكرته جديده. لا مي جديده، هو الفيلم قديم، بس انه قصدك كتقديم للفكره كانت كويس. ايوه اوكي، هم الناس سرقوا منها الافكار وبدات تخرج الافلام الجديده، والممثل ابدع فيه راسل كرو، ما يحتاج. بس راسل كرو الحين صار راسل كروش، لو تشوفه قد كذا كرش. والله اي والله. يعطيك العافيه دحمي، شكرا يا قلبي. هذا صديقي دحمي، وهذاك صديقي عادل، وخلف الكاميرا معانا تركي. يعطيك العافيه تركي، حنتعبك اليوم. السلام عليكم ورحمه الله، مره ثانيه من قلب الميدان، من ممشى الواجهه البحريه الجديده. الى الان ما زلنا ندور يعني الفرصه المناسبه عشان نسال شخص مناسب، ولكن ما يبدو انه عندنا احد مناسب. تحب نسوي معاك لقاء؟ كيف حالك؟ طيب كيف امورك؟ ساك طيب؟ لك في الافلام والمسلسلات؟ والله لي في المسلسلات لكن على خفيف صراحه، يعني مو طيب ممتاز. يعني من عشاق يعني ما تتابعها بشكل دوري؟ لا والله ما، يعني هو مثلا ممكن مسلسلين او ثلاثه مسلسلات اللي اتابعها ومستمر، يعني سابق مثلا بريزن بريك. مع انه بريزن بريك يعني شويه الناس بدات تاخذ عليه كلام انه مسلسل قديم والناس حكمت عليه زمان. لا شوف اسمع، انا اقول لك حاجه، هو انا تابعت تقريبا اول اربع مواسم. يا سلام، هو القويه هذا هو. بعد كذا لما شافوا الناس يعني تقريبا عليه جمهور عليه حاجه، قال سووا الموسم الخامس تقريبا، رغم انه يعني مره يعني ما هو كلام فاضي. يعني انت عارف انهم جددوا الموسم السادس؟ صحيح سمعت. ولا فكرت اتابع. تابعت الخامس؟ طيب لا، تابعت اول حلقه وكرهت. ضاق صدري وكرهت كذا، في تشريق على تغريب على جدا. ممكن لك في الانمي؟ والله لي ما بقول لك انه لي في الانمي، لكن طبعا ون بيس انا يعني مره واحده تابعت لي حلقه كذا. طيب وصلت لي في مرحله يعني اني اخسر تخصص لي وقت من بعد صلاه العشاء الين اذان الفجر يوميا. مسلسل طبعا الكلام هذا في اول سنه لي في الجامعه وثاني سنه في الجامعه، فكنت انا وقتها سكن طلاب في الحالي، فقلت خلاص المذاكره الين العشاء، او يعني اخلص كل اموري الين العشاء، من العشاء الين صلاه الفجر. طيب. هذا ون بيس يعني في يوم اقعد والله في يوم يمكن 30 حلقه. تاكو اصلي انت كذا؟ يا اخي تابعت ناروتو صراحه، لكن ما تابعت ناروتو يعني زي ما تقول اول 350 حلقه ولا حاجه وقفت. كمل 350 وشويه. تابعت ون بيس وناروتو. طيب اتاك اون تايتن هجوم العمالقه؟ لا والله ما غلطان. معلش يا جماعه، في واحد هنا ما يتابع هجوم العمالقه، هجوم العمالقه لازم تتابعه الان. انا اوعدك اني حتابع، لانه الموسم الرابع نازل، وشله المانجا دائما يقولون انه الموسم الرابع يا اخي المانجا هي اللي تحرق علينا. لا احنا ما بنتابع، احنا دائما نتهرب من حقين المانجا. أيه. بس انا اقول لك شله المانجا الناس المحترمه اللي ما تحرق يقولون انه هجوم العمالقه الموسم الرابع بيكون مره مجنون. طيب انا اوعدك اتابع هجوم العمالقه، نحطها ضمن حبيبي. الله يعطيك العافيه. الله يسر عليك. شاكر لك حبيبي في امان الله. الان ما هو واحد اثنين اللي قالوا بريزن بريك عبد الرحمن، واول شخص سوينا معلقه قالوا بريزن بريك.
لو عاد واحد ثاني يقول بريزن بريك انا بوقف تصوير، امزح بس ما بوقف. بس ايش فيكم على بريزن بريك يا جماعه؟ ترى عادي الموضوع بسيط يعني. قولوا بريكنج باد، ايش في بريكنج باد؟ في شيء بريكنج باد؟ الشخص رقم 2 اللي بيظهر معنا في الفيديو اوكي في قناه الوجيه اللي فيها 500,000 مشترك. يسعدني ويشرفني حبيبي. حبيبي طيب انت واضح انه مالك في الافلام والمسلسلات على كلامك. شويه ثاني يعني بس الانمي اوكي مركز. طيب ممتاز. ايش الفيلم اللي تابعته او ايش اكثر فيلم اعجبك في عالم الافلام؟ الافلام بشكل عام ايوه عندك طول عمر سلسله ترمينيتر. ترمينيتر نايس. سلسله اكسباندبلز اتوقع اسمها كذا، اكسباندبلز المرتزقه حق أيوة. سيلفاستر ستالون اوكي، وفاست ان فيوريس واضح انك تحبها ما فيها كلام هذه اوكي عرفت عرفت جوك. طيب ممتاز. والمسلسلات؟ مسلسلات طول عمر بريكنج باد. بريكنج باد اسمع انت يا في واحد هنا يحب بريكنج باد يا تعبانين، مو بريزن بريك. مو بريزن بريك لا بريزن بريك مالي فيه. الله عليك جميل. بس انا بكتفي معك ببريكنج باد، ما نبغى نغوص في التفاصيل الثانيه. طيب وبالنسبه للانمي؟ والله الانمي كثير، عندك ون بيس، ناروتو، ديث نوت، هذه الاشياء ممتازه. ممتاز ممتاز. ايش قلت لي؟ ناروتو، ون بيس، وديث نوت. طيب اتاك اون تايتن، هجوم العمالقه ممتاز جدا، بس شويتين في فلاش باك هذه ما عجبتني صراحه. يعني انت اعجبك كفكره بس عجب ازعجتك نقطه الفلاش باك؟ هو ايوه تابعته. طيب كملت؟ تابعته كامل. طيب متحمس للموسم الرابع؟ للامانه ايوه، لانه واضح في نقاط كذا كنا ما نعرف عنها صراحه. نهاية الموسم الثالث هو جبارة الدنيا دي كلها مصيبه اكتشفوها. طيب جميل. انمي افلام مسلسلات هذا اللي لك فيه؟ تقريبا. طيب سؤال شاطح، تعرف قناه الوجيه على اليوتيوب؟ للامانه لا، بس من اليوم ان شاء الله نشوفكم نشوف ايش عندكم. ابغاك تكتب على اليوتيوب الوجيه، وجيه افلام مو ال بدون ال، وجيه افلام وبتطلع على قناتي. ابد تم حبيب قلبي. واسوي لايك سبسكرايب وايش؟ ابد انت حبيب قلبي بالعكس، مجالي سوشيال ميديا عاد حنضبطكم صراحه. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. الفيديو اللي شفتوه من شوي حرفيا ما كان مخطط له بشكل كامل، كذا صار مع الخيل يا شقره، مجرد اني كنت في جده وكانت معايا الكاميرا وكل اغراضها، الشباب قالوا لي يا اخي ليه ما تسوي لقاءات مع الناس في الشارع وتسالهم اسئله سينمائيه؟ قلت والله فكره حلوه بس ايش نسالهم؟ ما ادري، قلت خلينا نجرب. اوكي يلا خلينا نشوف، ولو حسيت انه الفيديوهات يعني كويسه وبتطلع يعني بنتيجه جميله نسوي سلسله جديده من الفيديوهات من هذا النوع، يعني تكون تسال الناس عن اشياء سينمائيه، عن اخبار سينمائيه، عن مسلسلات ومن ذا الكلام. على كل حال يمكن لاحظت ان الفيديو اشبه بفلوج كذا، الموضوع هبد في هبد، سواليف ما هي واضحة، هرج ما هو مرتب، لأنه فعليا ما كان مخطط له تماما، ولأنه الموضوع ما كان مخطط له البطارية ما كانت مشحونة وطفت الكاميرا قبل ما نسوي لقاءات ثانية. غير كذا واحد من الشباب قال لي أنه الأفضل برضو قبل ما أخوض أكثر في هذا النوع من الفيديوهات لازم أنسق مع جهات معينة وأسأل واستفسر من وزارة الإعلام ومن هذا الكلام، ممكن يكون في تصاريح، ممكن لازم تجيب موافقات علشان نسوي هذه اللقاءات، والله أعلم، أنا ماني عارف، لكن بزيد أبحث عن الموضوع بشوف ايش حكايته وهل يتطلب تصاريحه من هذا الكلام. على كل حال اعطوني رايكم في التعليقات، وللامانه الفيديو تجريبي 100% وانا متاكد انه في اخطاء كثيره، لكن يب ناخذ منكم ملاحظات واشياء. لو تحبوا هذه السلسله تستمر يعني، او مثلا نسوي فيديوهات من هذا النوع، ايش الاسئله اللي تحبوا نطرحها وايش الحوارات اللي ممكن نخوضها مع الناس؟ وبس والله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو طبعا. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.